نعم، يعني الحصيلة ارتفعت إلى 104 شهداء وكذلك أكثر من 700 إصابة. حتى مدراء مستشفيات في شمال القطاع ومسؤولين في هذه المستشفيات تحدثوا وقالوا أن الحالات معظمها التي وصلت حالات حرجة، ونتوقع أيضا استشهاد عدد آخر من الفلسطينيين في هذه المجزرة الإسرائيلية. وقالوا كذلك أن هذه الإصابات في معظمها في الأجزاء العلوية من أجساد الفلسطيني في الرأس وفي الجزء العلوي من أجسادهم، وبالتالي هذا هناك واضح أن هناك تعمد لاستهداف أكبر عدد من ممن كانوا متواجدين. عملية إطلاق النار تمت كذلك ليس فقط من قوات راجلة فيما يبدو، بل من آليات عسكرية إسرائيلية، من دبابات ورشاشات هي فوق هذه الآليات. تمت أو قامت بعملية إطلاق النار هذه باتجاه هذا التجمع للمواطنين، وهو الذي أسفر عن هذا العدد الكبير من الشهداء، أكثر من 100 شهيد. ولازال الحديث والتوقع أن يزداد هذا العدد بفعل أن معظم الحالات هي حرجة. بالتالي هناك إدانات ما تزال مستمرة. فصائل فلسطينية استنكرت ما قامت به وعدت ذلك مجزرة، جميعها تحدثت وقالت وحملت الإدارة الأمريكية مسؤولية ما قامت به قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأنها تماهت وتجاهلت المجازر السابقة ولم تكبح جماح إسرائيل في استمرارها في هذه الجرائم وفي هذه المجازر الإسرائيلية. وبالتالي ستكون هناك مجازر أخرى إن لم تتوقف إسرائيل عن أو إن لم يضع حد لهذه الجرائم من قبل المجتمع الدولي. هذا الأمر يتوازى أيضا مع استمرار عمليات القصف أيضا وعمليات الاستهدافات المختلفة في مناطق عديدة من قطاع غزة في الساعات الماضية. رغم هذه المجزرة ورغم حالة الغضب الواسعة، إلا أن إسرائيل استمرت وواصلت أيضا في عمليات قصف مناطق أخرى. هناك عدد من الشهداء في مناطق خان يونس تم انتشال جثامينهم، وفي المنطقة الغربية في محيط مستشفى ناصر تم إطلاق النار أيضا على تجمعات للمواطنين الذين حاولوا الوصول إلى هذه المنطقة بعد أن تراجعت منها القوات الإسرائيلية. تم إطلاق النار عليهم من قبل القوات الإسرائيلية أيضا في تلك المنطقة. وفي مناطق شرق خان يونس أيضا هناك قصف مدفع إسرائيلي، وفي مناطق شمال شرق مدينة رفح تم استهداف منزل وتم انتشال عدد من الشهداء في هذه الغارة الإسرائيلية. بمعنى أن إسرائيل ما تزال مستمرة، الجيش الإسرائيلي ما زال مستمرة في عمليات القصف التي طاولت مناطق متعددة في الساعات الماضية. الأمر الآخر والتطور الآخر فيما يتعلق بحي الزيتون، المنطقة الجنوبية الشرقية من مدينة غزة، مع تراجع للقوات الإسرائيلية في هذه المنطقة تتكشف ويتكشف مع الوقت حجم الدمار الهائل الذي حل بمساحات واسعة في المناطق التي تقدمت وتوغلت فيها القوات والآليات العسكرية الإسرائيلية. كانت هناك عمليات نسف لمنازل، والأمر مماثل لما حدث في مناطق غرب خان يونس. الأمر يتكرر هذه المرة أيضا في مناطق أخرى توغلت إليها القوات الإسرائيلية مؤخرا. هذا الانسحاب لا يعرف بعد إذا كان انسحابا نهائيا أم قد تقدم القوات الإسرائيلية على توغل آخر لربما في مثل هذه المناطق، تحديدا المناطق الشرقية من مدينة غزة. نعود مجددا للحديث عن مجزرة شارع الرشيد بالمزيد من التفاصيل، خاصة فيما يتعلق بالوضع الطبي وما يصل من معلومات من المستشفيات بعد ما كنا نشير إليه في اليومين الماضيين عن خروج عدد من المستشفيات أيضا عن الخدمة، من بينها مستشفى العودة وكمال عدوان صالح. يعني جزء من هذا من هؤلاء الشهداء والجرحى جزء ليس بالقليل، كان قد نقل الى مستشفيات الشمال، مستشفى كمال عدوان تحديدا، هذا المستشفى الذي اعلن انه خارج عن الخدمه بسبب نفاد الوقود، وهو كان بالاساس تمت عمليه تاهيله خلال الاسابيع الماضيه بعدما اجتاحت القوات الاسرائيليه المنطقه. تم إعادة تأهيله ليقدم أقل من الحد الأدنى من الخدمات الطبية. المسؤولين في هذا المستشفى قالوا أن هذا المستشفى تحول فقط إلى نقطة طبية، ليس إلى مستشفى بمعنى مستشفى، إلى نقطة طبية لتقديم الإسعافات. والآن هو يستقبل عدد كبير من الجرحى ومن الشهداء. خلال الساعات الماضية آخر التصريحات الصادرة عن المسؤولين في هذا المستشفى قالوا أنه استقبلوا ما يقارب من 200 إصابة.
بالإضافة إلى الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفى، وهذا عدد كبير يصعب التعامل معه في ظل ما يعانيه هذا المستشفى بالأساس من نقص في المساعدات الطبية والمواد الطبية المختلفة، لأنه المنع الإسرائيلي لا يتعلق فقط بالطعام وبالمواد الغذائية، بل كذلك يمنع دخول المساعدات الطبية إلى شمال القطاع، ويمنع كذلك دخول الوقود إلى هذه المستشفيات. أيضا يعاني هذا المستشفى أيضا أو رصد خلال الأيام الماضية عمليات وفاة لأطفال رضع بسبب المجاعة وحالات حادة من سوء التغذية وكذلك في الجفاف، وهذا كان سببه أن اندفع الناس في مناطق شمال قطاع غزة خلال الأيام الماضية إلى التوجه إلى منطقة الرشيد إلى مدينة غزة على أمل الحصول على بعض الطعام، ومع ذلك تم استهدافهم من قبل القوات الإسرائيلية. شكرا جزيلا لك صالح الناطور.